التواصل الاجتماعي بخصوص تسجيل إصابات في صفوف تلامذة في سوسة في معاهد مختلفة في مدارس، وتسجيل زاد إصابات في صفوف الإطارات التربوية. ما حقيقة هالإصابات هذية؟ معنا المدير الجهوي للتربية بسوسة سي نجيب زبيدي. صباح الخير ومرحبا. بخير، مرحبا بك وبمستمعيكم الأفراد. مرحبا سي نجيب. سي نجيب، باش ندخلوا ديريكتومون في صلب الموضوع، اليوم عندنا تلامذه والا معلمين واساتذه مصابين بفيروس كورونا في سوسه والا لا؟ اولا الجهه الوحيده المخوله قانونيا لاعطاء التصريح الخاصه بالمصابين وبعدد الاصابات ان وجدت فهي اداره الصحه وليست وزاره التربيه كما هو متفق عليه من قبل الحكومه التونسيه. وكما تعرفوا بان وزاره الصحه هي الناطق الرسمي الوحيد بالنسبه اذا ما يتعلق بالوباء. بالنسبه لنحن التربيه بالطبيعه مؤسساتنا منتشره في كافه ارجاء الجمهوريه وفي سوسه في كافه ارجاء الولايه، تشمل تقريبا كافه الاصناف العمريه، عندنا من التحضيري من سن 5 سنوات الى التلامذه اللي يوصلوا 20 واكثر من 20، والعاملون طبعا يعني السن نتاعهم يوصل الى 60. اذا بالنسبه لنا احنا نمثلوا فئه عمريه يعني متنوعه ومتوزعه كذلك جغرافيا. عندنا 140 الف تلميذ موزعين في كافه ارجاء سوسه، عندنا 13 الف منتسب الى المندوبيه الجهويه للتربيه بالنسبه الى كافه الاسلاك. إذا فئة حتى على المستوى العددي والسكاني كبيرة متنوعة. ثم أكيد الناس اللي في سن اللي يحتاجوا إلى رعاية معناها صحية، هذا الكل يخلي الفئة هذه ولا المدرسة بشكل عام يجي جزيرة معزولة على ما هو صاير في المجتمع، واللي يصير في المجتمع راهو كذلك يصير علينا احنا، خصوصا بأن احنا نتعاملوا مع تلامذه ومع ناس تعيش في المجتمع تحتك بفضاءات معناها اخرى. والامر هذا يخلينا بالفعل امام مسؤوليه كبيره وهي مسؤوليه الحذر والحذر الكامل واخذ كافه اسباب الحيطه وكافه شروط التوقي، وهذا بالطبيعه كلام ما فيش حديث وما فيش نقاش. دونك اللي بالنسبه الى الاصابات وغيره قعدت واضحين ونقدموا يعني معطيات في حدود صلاحياتنا احنا للساده المستمعين، نقولوا بانه كيف ما هو صاير وحديث بشكل عام على حاله هلع والاسراع ايضا في الاستنتاجات. استنتاجات او فلان مصاب او فلان اكيد كذا، هاو التلميذ الفلاني مصاب، هاو ولد عمه وكذا. اذا هذا الحديث هذا موجود. اذا بالنسبه لنحن عندنا خليه متابعه في المرحله الابتدائيه وخليه متابعه اخرى في المرحله الثانويه، نرفع يوميا جميع المعطيات والمعلومات حتى على عواهنها، حتى اللي هي تدخل ضمن باب الظن او باب التخوف او باب الاشاعه، الكل نرفعها واحنا ننسق تنسيق كامل وفوري مع مصالح وزاره الصحه لهنا على المستوى الجهه، ونحيلوا لهم الحالات هذه اللي هي الاغلبيه المطلقه. اللي نجم نعطيك معطيات عامه، نقول لك الاغلبيه المطلقه نتاع الحالات اللي قاعده توصلنا هي حالات اشتباه. وحالات اشتباه تتولاها مصالح الصحه سواء من التلامذه او من العاملين من المدرسين او من الاطار كذلك اطار المرافقه يعني القيمين ولا الاداريين ولا غيره. معناتها الى حد الان اللي فهمته منك سي نجيبه، بغض النظر على مدى صلاحيات نجم تقولنا فما والا ما فماش، انا اللي فهمته من حديثك انه حتى لليوم مازال ما فماش اصابات في صفوف تلامذه في سوسه. اللي نقول لك بانه الاطار سليم الحمد لله لاباس الحمد لله. ثم شروط التوقي متوفره ومستعدين باش نعزوها في كل وقت. في كل وقت. ومازال ما فماش حالات عزل احنا تو. ما عندناش حالات نتاع يعني بالنسبه لنا احنا نقول بان الوضعيه الوبائيه العامه في الاطار المدرسي في سوسه الحمد لله رب العالمين لاباس وكل ونتعاملوا كذلك بحذر شديد، نكون باش نطمن الناس الكل.
تعاملوا بحذر شديد، يعني حتى حالات الاشتباه فقط. أو سمعنا كذا كاين فلان أو عنده شكون رجع من الخارج أو غيره، إذا يتم الاتصال بالتلميذ أو بالإطار وين طالبوه باش يلتحق فورا بمصالح الصحة المدرسية ويجري الفحص نتاعه، حتى ولو أنه ماهوش مصاب عنده حتى علاقة، ولكن ما عادش يلتحق بالمؤسسة التربوية ويجيب لنا شهادة بشهادة برء، إذا وإلا شهادة بأنه ماهوش مصاب وما عنده حتى شيء، وإلا إذا كان ثم بعض أعراض فإنه مصالح الصحة هي اللي تتبعه. وهذا ساري على التلامذة وعلى الجميع دون استثناء، من يعني عملاء ومن معلمين وأساتذة وغيره، الناس اللي في المنظومة التربوية الكل، معلمين وأساتذة وغيره يعني أي أستاذ وإلا أي معلم وإلا مدير وإلا أيا كان اللي تظهر عليه الأعراض. احنا ما احناش مخولين باش نقولوا هذا إيجابي وإلا سلبي، احنا مباشرة نحيله مباشرة، نقولوا عنا في المكان الفلاني في الإطار الفلاني ومصالح الصحة بشكل فوري. أنتم اليوم بلغتوا سنجيب مصالح الصحة على بعض اللي يشتبه فيهم، قديش تقريبا؟ أكيد أكيد بلغنا قديش تقريبا؟ بلغنا نجم نأكد لك بأن على تنسيق دائم ومتواصل، يعني في الصباح وإلا في العشية، يعني في كل وقت في كل مستجد احنا قاعدين نبلغوا، ولكن في الحقيقة الحالات كلها حالات اشتباه. حتى الآن هاو نجم نعطي المعطى هذا، نقول بأنه مصالح الصحة كيف ترجع لنا في الحالات اللي احنا نحيلوها لهم، الأغلبية يعني ما عندهاش علاقة بوباء كورونا، الأغلبية المطلقة تحاليل سلبية، معناتها جوست هكايا أعراض نتاع غريب وكها. احنا بالطبيعي رانا في وقت نتاع نزلة موسمية وتغير نتاع الطقس، هاك نشوف يعني عادي جدا باش تلقى شويه سخانه وشويه كحه وشويه كذا، وهذا امر طبيعي واحنا نعرفوه. وهذا معناتها الى حد الان سي نجيب ما فماش الحمد لله ما عناش اصابات في صفوف التلامذه في سوسه، في صفوف الاطارات السليم والحمد لله. الحمد لله. به مدى حرصكم اليوم على تطبيق البروتوكول الصحي؟ تقريبا احنا من نهار 15 سبتمبر لليوم جمعه تقريبا العوده المدرسيه في بعض المدارس في سوسه، اسكو راقبتوا تطبيق اولا البروتوكول الصحي، نظام الافواج، الغونتري، كيفاش كانت تقييمك انت كمسؤول جهوي هوني في سوسه؟ أنا قلت أعطيك معطى بسيط فقط، نقول لك بأنه احنا فريق كامل من المندوبية ما نباشروش العمل نتاعنا في المندوبية 8 تاع الصباح، نباشروا بداية من 7:30 ونتوزعوا على المؤسسات التربوية كل يوم وفق خارطة تاع متابعة، ونسقوا بعد في جلسة عمل. احنا تو ديجا بدينا في جلسة عمل لمتابعة زيارات التفقد للمؤسسات التربوية اللي نزوروها يوميا، هذا يوميا اللي لاحظوه هو أنه ثم بكل صراحة ثم تفاوت بالالتزام بالبروتوكول الصحي من مؤسسة إلى أخرى، والزيارات هذه هي من أجل إيجاد هذا التناغم والانسجام والوقوف على النقاص ومعالجتها في الإبداع بشكل فوري. يعني ثم مؤسسات اللي تبارك الله عليهم يعني التزام تام وشامل ومنظم، ثم بعض نقاص في بعض مؤسسات واحنا نتبعوا فيه. نقاص هذية من شنو جايه؟ من تقصير من القائمين على المؤسسه، تلامذه ما همش ملتزمين، والا زاده فما ساعات فما حديث حتى في الايام الاولى على عدم توفير المواد التنظيف، وفما دورات مياه مثلا في بعض المؤسسات اللي حتى لليوم ماهيش فونكسيونيل. النقاص متنوعه وشامله، ولكنها ماهيش يعني ذاك الدرجه نتاع الخطوره الكبيره. مثلا الوقت اللي احنا نمشيو نزوروا مؤسسات باش نلاحظوا كل شيء. باش نلاحظوا هل اول شيء تجهيزات متوفره ولا لا؟ هل انه السائل ولا غيره متوفر ولا لا؟ اما شروط النظافه قبل ما نوصل للتعقيم وغيره والتطهير متوفره ولا لا؟ المسائل هذه مسائل نتبعوها يوما بيوم، اذا كان ثم نقص المندوبيه موجوده باش تسدد النقص هذاك، وإذا كان ثم إرشاد وتوجيه وسوء تصرف وبثماش حكمة في التصرف إذا احنا زاد كذلك ننصحوا ونوجهوا ونستدعاوا كذلك المسؤولين المؤسسات هذيك ونوجههم إلى كيفية توفير مستلزمات الكل. دونك هذه من نهار الاثنين اللي فات إلى حد الآن يوميا احنا موجودين في القناة، كلها في القناة في مؤسسات معينة
إذن من أجل توفير الشروط المثلى والناس الكل خلينا نحط ورقين، احنا الناس الكل تتدرب الآن يعني. كلنا نتدربوا على سلوك جديد كلنا مع بعضنا. إذا عادي جدا ممكن موحيد حتى توانسة توانسة ما عندناش بالضرورة السلوك هذا، السلوك هذا غريب علينا. ما عندنا توا تقريبا أكثر من 6 أشهر نتدربوا سي نجيب كلنا مع بعضنا، ونحرص على أنه الفترة نتاع التدرب هذه ماشي في الطول وننضبطوا ونمر مباشرة إلى دور المدرسة اللي هي باش تعطي درس كذلك، وتصلح أيضا الأسرة وتصلح المجتمع وترسي سلوك هذا. ماذا بينا إذا كان يترسخ بوعي وبثقافة ويولي عام بشوية في المجتمع. هذه هي الغاية بتاعنا، الغاية بتاعنا مش فقط الحرص على أنه القانون مطبق أي عاقب، لا مش هذا. احنا الغاية بتاعنا هي غرس زرع سلوك يولي عفوي يولي تلقائي ويخرج من المؤسسة التربوية إلى الأسرة ومن الأسرة إلى بقية الفضاءات وإلى الشارع. هذا هو الدور بتاع المدرسة، دور ستعلم. اليوم جاء درس جديد أمام المدرسة باش تعلمه. اليوم عندنا مهمة جديدة، رسالة جديدة هو الحماية أيضا. المدرسة تعلم والمدرسة تحمي. إذا اليوم دور المدرسة في الحماية جاء وقته، ونحب نشكر الإطار التربوي اللي واقف معنا يعني قلبا وقالبا. وانا نحب نشكرك انت سي نجيب لضيق الوقت على خاطر وقت الاخبار توا يداهمنا وانا خرجتك من الجلسه. شكرا لك على رحابه صدرك وعلى الاجابات هذيا الكل. ميرسي بوكو على تفاعلك معنا في زوم 73. نطمنوا الاولياء الكل، الحمد لله الى حد الان ما فماش اصابات في صفوف تلامذة والاطارات التربويه في سوسه. التفاصيل اكثر ناخذوها بعد مع المدير الجهوي للصحه بسوسه، ونخلي الميكرو لزميله سوار بن حميده في موجز اخبار 10:30. زوم 73.